السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زين. حلقه جديده يا شباب. شلون طلع ارباح اليوتيوب عن طريق الجهاز الاندرويد؟ شباب شفت هذا الموبايل مالتي؟ عادي موبايل، فمن الناس من طبع الانترنت تريد تطلع ارباحك، ما راح يطلع لك. شوف اذا تطلع هاي الواتش مال اليوتيوب، يكتب يوتيوب اكونت، طبعا اول وحده يكتب يوتيوب اي تطلع لك، لا تروح على الانترنت او جوجل، يعني تصفح متوفر عندك تروح عليه. من تروح عليه هاي طيب هاي الواتشية شباب، لاحظوا من تريد تروح على هذا، طبعا على هاي القدوس على القناة على الصورة، هاي خطوة لازم حتى طلع يا أربع اليوتيوب. هاي لازم بعد شايفه شباب، اقول لك هنا محمد اندرويد، هاي قناتي 111 مشترك، يعني اشكركم هواي هواي. وشباب المهم تروح على استوديو مبدعين محتوى، هو على اندرويد طريقة تريدة هاي متصفح. المهم عشرة هي لي هل تود الاطلاع على بنود الشركة المحدثة؟ يرجى زيارة لوحة بيانات في استوديو مبدعين محتوى على كمبيوتر محمول او كمبيوتر مكتبي. للاسف ان لوحة بيانات غير متاحة للعرض على الجوال، يقول لك كان بعتها ما صاير على الجوال. ما شباب شلون تروح؟ تجيه الحل الوحيد مو على هالبرنامج. شباب تلقون بشغلتي، ما راح اخليكم رابط، لان رابط من نسخة من السوق ما يعني ما يشتغل، ليش ما ادري. هذا الاسم مالته قدامكم PAFFN، اخليكم الاسم مالته جوه بالرابط، بحثوا من السوق عربي امريكا اي شي راح يطلع لكم. شباب بسكون هم اكو هواي من هذا الوجه، هذا الوجه اكو واحد فوق راس وراح اي شي، هاي فباع هاي البطريق ما ادري شنو فوق اكو شي اخضر بالفعل. روح علي هاي الصورة عندك هاي الصفحة، اواني لك تروح على هاي اليوتيوب، سمي تكتب يوتيوب اكاونت، تروح على هاي استديو مبدعين المحتوى. شو هاي؟ عبارة عن جهاز حاسب وباعه. هاي شباب طلعت هاي قدامكم، ما تقولون شي هاي قدامكم طلعت ارباح كذا تريد تطلعها من هنا من هذا البرنامج الحلو اللي يخبره. شوف حتى هبي يوص اي لعبة هون حاسبة من الانترنت راح تصير علي برنامج شقاقي. مجرد تكتب PAFFN يطلع لك سوق بلاي، هذا يعني مثلا هو سوق بلاي، هذا متجر بلاي. طبعا للبحث تكتب BFFN free، راح اخليكم هذا الاسم بالجو بالرابط، حيطلع لك هيجي